السلام عليكم متابعي قناة أحداث وحقائق العالم. في هذه الحلقة سنعرض عليكم 10 أسرع سيارات في العالم، ابقوا معنا. في المرتبة العاشرة سيارة كوينيكسيكس سي سي آر. هذه السيارة السويدية الخارقة بنيت في مصانع كوينيكسيك في السويد، واحتلت المرتبة الأولى كأسرع سيارة في العالم عام 2005 عندما بلغت سرعتها 242 ميلا في الساعة. المحرك V8 بسعة 4.7 لتر وبقوة 800 حصان، تبلغ سرعتها القصوى 242 ميلا، أي ما يعادل 390 كيلو مترا في الساعة، وتصل إلى سرعة 100 كيلو متر في الساعة في 3.2 من الثانية. في المرتبة التاسعة سيارة سالين S7. سيارة سالين S7 توين تيربو هي سيارة رياضية أنتجتها شركة سالين الأمريكية، تبلغ سرعتها القصوى 248 ميلا في الساعة، أي ما يعادل 400 كيلو مترا في الساعة، وهي مزودة بمحرك V8 بسعة 7 لتر وبقوة 550 حصان، وتبلغ سرعة 100 كيلو متر في الساعة في 3.3 من الثانية. في المرتبة الثامنة سيارة تسلا رودستر. هذه السيارة الخارقة هي من إنتاج شركة تسلا الواقعة في كاليفورنيا والمتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، ولكن هذه الشركة صدمت العالم بسيارتها الجديدة التي تبلغ سرعتها 250 ميلا في الساعة، أي ما يعادل 402 كيلو مترا في الساعة. ومن أهم ما يميز هذه السيارة هو اعتمادها على 3 محركات كهربائية، وتعمل بنظام دفع رباعي للعجلات، وتبلغ سرعة 100 كيلو متر في الساعة في 1.9 من الثانية. تعتمد هذه السيارة الكهربائية على بطارية بسعة 200 كيلو وات لتتمكن من قطع مسافة 1000 كيلو متر بشحنة كهربائية واحدة. في المرتبة السابعة سيارة SSC Ultimate Aero. هذه السيارة الرهيبة من إنتاج شركة شيلبي سوبر كارز الأمريكية، أطلقت للعالم لتتحدى السرعة والجاذبية، حيث تبلغ سرعتها 256 ميلا في الساعة، أي ما يعادل 412 كيلو مترا في الساعة. تمتلك سيارة SSC Ultimate Aero محرك V8 بشاحن توربيني مزدوج بسعة 6.3 لتر وبقوة 1287 حصانا، وتصل إلى سرعة 100 كيلو متر في الساعة في 2.8 من الثانية. في المرتبة السادسة سيارة بوغاتي فايرون سوبر سبورت. عندما اشترت فولكس واجن ماركة بوغاتي كان لديها هدفا واحدا فقط، وهو بناء أسرع سيارة في العالم. فسيارة بوغاتي فايرون تصل سرعتها ل 268 ميلا في الساعة، أي ما يعادل 431 كيلو مترا في الساعة، مزودة بمحرك W16 رباعي التوربو وبقوة 1200 حصان، تبلغ سرعة 100 كيلو متر في الساعة في 2.4 من الثانية. في المرتبة الخامسة سيارة بوغاتي تشيرون. بالبقاء في عالم بوغاتي للسيارات، ولكن هذه المرة مع سيارة بوغاتي تشيرون التي تبلغ سرعتها 261 ميلا في الساعة، أي ما يعادل 420 كيلو مترا في الساعة، تبلغ قوة المحرك 1500 حصان، وهي سيارة نجم كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو. في المرتبة الرابعة هانيسي فانوم جي تي. هذه السيارة الرياضية صنعت من قبل شركة هانيسي لهندسة الأداء في المملكة المتحدة، ودخلت موسوعة جينيس كأسرع سيارة في العالم عام 2013، تبلغ سرعتها القصوى 270 ميلا في الساعة، أي ما يعادل 434 كيلو مترا في الساعة، مزودة بمحرك V8 بسعة 7 لتر مع شاحن توربيني مزدوج وبقوة 1451 حصان، تبلغ سرعة 100 كيلو متر في الساعة في 2.4 من الثانية. في المرتبة الثالثة سيارة كوينكسيغ أجيرا RS.
بالعودة مرة ثانية إلى سيارات كوينغسيغ. قدمت للعالم سيارتها الجديدة بسرعة 278 ميلا في الساعة، أي ما يعادل 447 كيلومتر، مزودة بمحرك V8 سعة 5 لتر مع شاحن توربيني مزدوج وبقوة 1160 حصان، وهيكلها الخارجي مصنوعا بالكامل من ألياف الكربون. في المرتبة الثانية سيارة هانيسي فانوم F5. بعد أن فقدت سيارة فانوم جي تي صدارة أسرع سيارة في العالم، لن تستسلم شركة هانسي الأمريكية، فقدمت الإصدار الجديد من سيارات فانوم F5 بسرعة 301 ميلا في الساعة، أي ما يعادل 484 كيلومترا. تعتمد فانوم F5 الإنتاجية على محرك V8 بسعة 7 لتر وبقوة 1600 حصان. في المرتبة الأولى سيارة هانسي فانوم F5 2018. سيارة فانوم F5 المعدلة من إصدار هذا العام 2018 هي أسرع سيارة مسجلة حتى الآن، تتجاوز سرعتها 300 ميلا في الساعة، أي أنها تتجاوز سرعتها 485 كيلومترا في الساعة، مزودة بمحرك V8 سعة 7.4 لتر وبقوة 1600 حصان. تبلغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في ثانية وسبعة أجزاء من الثانية، فكل ما يلزم هذه السيارة للطيران هو الأجنحة.